الشيخ عبد الله محمد حميدة. منو عبد الله محمد؟ الشيخ عبد الله محمد شيخ إداري. المناطق التي تم المناطق التي نزحت منطقة ريف الفاشر القطاع الغربي خلال الحرب التي دارت في الأيام الماضية. الحلالات النزحة لشجرة أول حاجة أبسنيد وبركة وجنجونة. الجنجونة ده طبعا الثلاثة حلالات، حلة أب بكر وحلة فلاتة وحلة زخاوة وكسى وحلة كسى. صرفايا أم عشوش، حلة خبيث، جرومة، تركنية، قرقف، كويل، ترطورة، حلة عجبو، يخي، مقرن، تكيلات، أم هجالي وبحير. المناطق التي تم حرقها منها بركة تم حرقها كليا، وجخي تم حرقها بالكامل برضه، وجنجونة تم حرقها جزئي، وصرفايا تم حرقها جزئي، وأم عشوش تم حرقها برضه جزئي، وجروة تم حرقه برضه جزئي، ومقرن تم حرقه برضه جزئي، وهلة قميص تم حرقه جزئي. بالعفو عليك دكتور، تم حرقها جزئي. عفوا يا جخي. حرقها جزئي. حرقها جزئي. جزئي. الآن على الأندية نزح الشجرات حوالي 10,000 نسب، شغل نازح ومحتاجين لأشياء كثيرة. أول حاجة البعوة ذاته مشكلة، وقلة الموية حتى في ازدحام في الموية شديد جدا جدا، ونسبة ودايرين الأدوية، وعندنا المركز الصحي برضو حتى العلاج يعني ما في أي علاج، والناس تعبانين من الحر وشدة العطش شديد جدا جدا الآن، ودليل المأكل والمشرب برضو يعني الآن هسه الآن محتاجين شديد جدا. البلد ده ما قصر برضو أضاف الناس ده وساعدهم ومتفق معهم وما قصر حتى الإندوم ذات أظن احتمال لفت الناس المستضيفين حتى لفت، فأريد أن بصورة عاجلة تبدو الناس ده يعني الإخاسة و الاحتياجات اللازم بالنسبة لي، ونتمنى من الله تبارك وتعالى أن تقيفوا معهم وقفة صلبة جدا جدا. تفضل اسمك. اسمي محمد اسمه مختار احمد. من وين؟ من منطقه صرفايا. الحاصل شنو؟ الحاصل المشاكل يا اخوي، الحروبات وحصل المشكله وقتل وتحرك واي شيء، وانا طبعا يا اخو ما جينا جاي في البلد دي. يعني المناطق السياسه نزحت منها من أبسنيد وبركة وسنة اسمه لي جنجونة اللي بكر، جنجونة اللي فلاتة، جنجونة اللي زغاوة وكوسة. نرجع صرفايا، أنا من منطقة صرفايا ذات، نرجع صرفايا ومشوش اللي خميس جرومة تكيلات، ونجي هنا لا تركنية، قرقف، كويم، وترتورة، جر هنا مقرن وجخي. نرجع هنا مهجالي وبهين الختام هنا خلاص، لأن طبعا كلنا زحنا جينا هسه مركزنا في شجرة. شجرة طبعا بيكون حلتين، حلة مرة، حلة أبو بكر، حلة موسى. عددكم كذا كله بيكون كم؟ العدد كله بيكون ما يعني يزيد 10,000 أو زيادة، لأن ما نقدر نحصر اللي بيكون 10,000 وشوية. أنا نزحت السرفاي براو كذا 1000 وشوية. كلكم نزحتوا؟ كل النزاح. المناطق اللي اتحرقت شنو؟ المناطق اللي اتحرقت طبعا انهرق
يعني بركة الدمار كامل السيادة مروا عريانين ولا إنهم ولا نعال ولا ماء ولا أكل ولا شرب. لا طردوهم بالليل وانهرقوا بانتهاء. نرجع جنجونة. جنجونة طبعا انتشت هي الزغاوة وهي اللي فلاتة وهي اللي أنا بكر. نجو سرفايا. سرفايا انهرق منها جزء. نجو اللي مشوش انهرق منها جزء. نجو اللي خاميس انهرق منها جزء. نجو جرون انهرق منها جزء. نجو مغرن انهرق منها جزء. دي المناطق المهروبة. الاحتياجات انت محتاجين لها شيء. المحتاجين انا محتاجين لما اكل وشراب ومعوى ومويه صحه دي كله محتاجين له. وادويه صحه دي ما ادويه ذات دارين دواء ذات بس طبعا في الحر في نسوان جرحى في نسوان اخذوهم في شباب ساقوهم لا في نسوان في مره في مرتين جرحى لكن انا في سرفايا دي كده عندنا ثلاثه قتيل ده في نفس يوم ذات الحادث في يوم وفي ناس قادرين في سبع نفر في منطقتنا لكن ما من منطقتنا ها؟ سبع نفر قادرين في منطقتنا لكن ما من منطقة بتاعنا من النازيين الجدا اللي قوموا راكدين زي ده وضربوا بتاع الناس ده جابوا شنو؟ والتجو دخلوا لكم جو كيف؟ جابوا كريون ومساك ما مواتر ما لا 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 الجنجبيد ده الجنجبيد مواتر وجمال وعربات جو الساعة كم تقريبا؟ يعني الساعة بكون خمسة صباح هاجم الهيلة ده خمسة صباح بدأ يحرقوا ولا نهبوا أول؟ أول كان نهبوا حتى قبل الحريق وقبل الكتيل ده اسم عزيزة هذا محمد من وين؟ من منطقة بركة الحاصل؟ شقيقة الولد المرحوم ده المضروب ده في ظهري أنا ساس يلا أثناء الضرب ده بقى كتير في حلتنا وبدأ يحرقوا حلتنا قمنا جارين طوال قلنا نرجع جريت فلقيت أخوي ده مضروب وبقيت له لا الناس ده جاءوا جراك بين شنو وجوكم كيف ده احكي لي من البداية جونا واحدين ماشيين بالمشاح بالكرعين أه. واحدين بالجمال واحدين بالخيل وبالعربات والمواتر عددهم كتير؟ عددهم كتير بعد ما جاء دخلوا عملوا شنو؟ يلا عملوا عن شباب في الهلة ضب الدرب والحريق يعني احنا جارينا الخلق قلنا نعتش رجعنا ما رجعنا ضربوا أخوي ده ثاني ما حرقنا لا خايف جونا قلنا لو الظل ده مطلوب معاه نجري لنا في المواتر نوقف لنا في العربات نوقف وقول لي انتني شوفوك خايم انه قلنا اخوك مدرب اخوي قال لي اخوك ده حاله لك شنو قلت له ايش بس الطريه ده خلوا لي اخوي ده اللي بركبي فيه عشان نوديه حله ثاني لو لقيت ما نزل اخوي ده أبوجا ونحن مشينا بمقابلة الزراعة قلتوا أن إحنا ده والله اللي خلصت هذا لأن يعني أنتم من هنا نزحتوا مشيتوا بركة تاني نزحوكم يعني نحن من البركة 2014 هنا أيوه. وبعد تقضوا في رمضان حادث بتاع الفاشل جنام دسة شهر السادس من هنا وأن إحنا طلعنا للزراعة ودمرونا والله آخر راقوبة قال بحرقونا فوق وقال أرجو وقلت لما بنرجع حرقونا وخلونا وبعد ده خلونا الطبيعة توترت قلت لهم لو تقتلوني برضو أخوي ده خلوني ورتبت أخوي ده لخايف وإنتوا محتاجين لشنو هسه؟ محتاجين والله للأكل للشراب للغطا لللبسة أنا المعاد ده أمي قلت لي جاب حد وجاب لي توب من فاشر واحد وده هو لبسة كده واحدة ده جيت طبعا يعني احنا دين كله طبعا دين اثنين بنات اخوة ده شقة وبنات اخو امي ده وخالتي ده وده بالخالي شقة امي يعني احنا اسرة هاي مشيت وانتوا على حاصل شنو؟ والله قال انا قلنا ناس موات الجو قال بكوس ناس الايتام نقتلهم ده وخلاص ناس شافوهم وقمنا جرينا بس تلاقي انا دي جينا تركنية تركنية دي وين؟ تركنية ده بخرج من الشمال من سبعة خرج من جوخي دارك جوخي سميد جيتوا متين انتوا؟ اينا ده ما جينا امس لكن ناس التزوارات بتاعت ديانا ده مشينا جبنا لها بس تريا رابنا ولو نار نسولي هاي شكرا يا ده بتعمل الاكل للعيال
وانتوا مرقتوا كيف اجاكم شنو امس الحاصل شنو يا هنا؟ ها؟ من ضربوا ضربوا ثم خلاص الروته كلها خوتت. سبتوا العيال وجيتوا. ناس كثيرة ما نحن لما رتنجينا بالخانة هم ما تري مشكلتهم هذه. يا زوري. يا زوري. اول حرق هو اليوم قلوب منطقة بركة المنطقة دمرت تماما ما فدوا لنا ولا مأوى ولا مشرب ولا اكل ولا شراب ولا خطر حتى المنطقة المياه ذاته ضربوا سحري وشالوا الماكينة والمال ده شال البيوت ده والله تلانا الا يعني بر ارجل والجنجونات الثلاثه برضه معروفه كوسا صرفاي تكيلات ده الخرده متدمره تماما سهرنا الليالي ده جابوني لحد شجره جابوني لحد شجره رب الحمار مبسح فوق انا ما عندي بالثانيين اخذت اولادنا مشردين في الخرب ما لقيناهم والله الا حتى الان مهدي وهدين ماتوا شوف هذه صخار المنطقة دي تضرروا ماتوا جبناهم سترناهم في الشارع زي كم عددهم؟ ثلاثة وجرها الأرض الدمائية وياهو سجينا في منطقة الشجرة هنا ياهو جينا وجينا والله قايلين على بركة الله هاجر ناكل والله ولا زر ولا ملين يعني هسه ياهو جينا عندنا خمسة ولا ستة يوم دمانا ما في أيها وقايلين بس ياهو على بركة الله العيادة المحتاجين الأكل لا ما عندنا ولا مشرب ولا ماكل وياهو ده كله أسرة قايلين جنبي وما أخ شقيق واحد وأولاد خالي ياهم في البيت هاي كده والله ما عندنا قايلين على كفة الله سبحانه وتعالى أولادنا كان فترة وحسة زير الثاني اللي الساعة 8 أو 9 يجاسفوني من يبقونهم هاي عددهم بكون كان كده الخمسة قرى ذي بالتغريب كده نزعوا بير كده التخريب بقى زي 500 أسرة ده أنا عايش فيه صرفاي برضو والتخريب بكون زي 500 الجنجونات ثلاثة قرى متجاورة زي كل قرى بقى زي 200 هنا يا أبسينيت بقى زي 200 التكيلات بقى زي 200 ده دمر تماما ما فوق إياها ممكن ترتب لي الحاجات اللي انت عايزه هنا في معسكر المدرسه دي مدرسه شنو؟ مدرسه الشجره مدرسه الشجره بنات الابتدائيه بنات اي ما كونتوا لجان ولا كونتوا حاجه للناس دي؟ كونا لنا من جينا والله ما لكن اكيد الحاجه الضروري دايرينها كده المنظمات الحكومه تجيب عليكم شنو؟ والله في البدايه دايرين الحكومه يا وين يجيب لنا اول الماكل دواحي ما عندنا حاجه باكل جارين دواحي مشرب برضه صعب دي برضو عايزينه تادي الخطة نخطو ولا نرقدو في الفدايد في الدل الفدايا السهل نرقدو ما عندنا خطة نهاية زاد لا بطانية لا ملاية لا أي الملابس اللي نلبسوها في رقبتنا إلا دجينا بوزة تخسيني شوية تشر في الشوك داك وبعدك تلبس تقعد هناك في الدولاي تقعد أريان زاقد دكل إلاج أنا من جيت ما لقيت إلاج نهاية زاد ما عنده قروش قايد نمشي المستشفى لكم دكتور بس بمسيلة هنا يبغى فاشر القريب ده ما في زول يقدر يوديني ولا نقدر نمشي يعني ده كل والله حاجات المحتاجين لها ده كل المتطلبات